صباح عليكم بالخير والنور ومستمعينا، وايضا لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. دائما نفتخر بالانجازات العمانيه، الافكار ايضا للشباب الطموحين في هذه المحطه. اكيد يسعدنا ان يكون معنا اليوم ضيفنا عبر الاستوديو يوسف آل ابراهيم، مؤسس مبادره نهضه عمان العمرانيه. نصبح عليك بالخير. صباح النور، اشكركم على هذا ولو واجبنا اليوم يوسف نتكلم كذا، يعني بداية دامنا اليوم حوارنا وحديثنا راح يكون عن يعني الاستراتيجية العمرانية، ما الكل معاه يعني المعرفة الكاملة بهذا الموضوع، خصوصا ان هذا الموضوع يختص بالمهندسين بحد ذاتهم. نتكلم عن الاستراتيجية العمرانية ونعرفها. الاستراتيجية العمرانية لما نتكلم عنها بصفة عامة، هي بكل بساطة توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة اللي من بإمكانه يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة التنموية، ويوفر طبعا الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي. نعم. بمعنى أنه طبعا هذه المبادرة أو هذه الاستراتيجية تقوم بتعزيز الاستثمار وقلب الاستثمارات الخارجية إلى عمان. المبادرة هذه فيها ما يعادل 7 أسس بنيت عليها، واللي هي تعزيز البيئة بإدارة ومراقبة التأثيرات على المناطق الحساسة، وأيضا الاستخدام المستدام للموارد وإنتاج الطاقة، والمحافظة على الهوية العمانية، وهذا من أهم النقاط، وخلق مدن ومجتمعات مرنة وملائمة للعيش مع وتواكب جميع التطورات والنمو والتنوع الاقتصادي والسياح. نعم. طيب نتكلم يعني عن الاختلاف اللي حاصل اليوم، هل تشوف ان فعلا صار هناك نوع نقلية في مسألة الاستراتيجية العمرانية معنا في السلطنة اليوم يوسف؟ هي في مسيرتها للتطور طبعا، لكل مثل ما يقول لكل استراتيجية دورها في تعزيز وتحسين حياة الفرد والمجتمع. وعندما نتكلم عن المدن، المدن لها علاقة مثل ما يقولوا دايركت بين الفرد وصحة الفرد والمجتمع، والمدن دائما تحفز الإنسان على إما إنه يكون إنسان منتج أو إنه يكون إنسان غير منتج. فعشان كذا التخطيط العمراني من الأساسيات اللي أصبح العالم الحين في أمس الحاجة لها، ولذلك حتى أصبحت وزارة الإسكان ليست فقط الإسكان بل الإسكان والتخطيط العمراني. نعم. طيب يعني يمكن أنا من خلال اطلاعي على صفحتك على الإنستغرام ففعلا شفت يعني مجموعة من الأفكار الجميلة، أتوقع يمكن هذا اللي نحن اليوم محتاجين نعملها على يعني على أرض الواقع، يعني على حد سواء. نتكلم أيضا عن أنك أنت ناقشت مسألة اللافتة الموجودة على الشارع تقريبا، يمكن نقدر نقول أن في مثلا تغير مختلف تماما ممكن إحنا اليوم نعمله. هي المشاريع أكثرها اللي موجودة في صفحة أربن عمان تخلق فرق كبير بمجرد تغييرات بسيطة وأساسية. مثلا احدى المشاريع تتكلم عن خلق الاشجار او زراعه الاشجار على جانب الشوارع السريعه والعامه لاجل تحسين المنظر العام في الشارع العام. ولله الحمد احنا عندنا بالفعل تشجير جميل حول الشارع العام اللي هو شارع السلطان قابوس، ولكن الشارع السريع يفتقر الى هذا الشيء، وهذه كانت احدى المبادرات اللي احنا قمنا بها. وفي مبادرات اخرى تمس مثلا المواطن، مثل خلق مساحات لأجل استخدامها وتأجيرها للأشخاص اللي عندهم مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلالها يقدروا ينتفعوا وينتفع منها صاحب الأرض إذا كانت هذه الأرض مثلا تستعمل الآن فقط من أجل السيارات أو الباصات أو الشاحنات الغير مستعملة، لا بالعكس يقدر يستفيد منها الفرد والمواطن والدولة. نعم. طيب من وجهة نظرك يعني إيش أبرز المشاكل العمرانية اللي ممكن نواجهها هنا معنا في السلطنة وحتى بشكل عام يعني من خلال سوء التخطيط العمراني؟ هو ما نقول عنه سوء كثر ما إنه ما يحطه في الحسبان المستقبل.
يعني نحن الحين أكبر المشاكل اللي تواجهنا في عمان هي التوسع العمراني لمدينة مسقط. الكل يحاول ينتقل إلى محافظة مسقط بحكم أن كل المقومات السياحية والاقتصادية وكل الأماكن الترفيهية في مسقط. فهذه المشكلة هي إحدى أكبر المشاكل اللي تواجه اللي تسبب ضغط على مدينة مسقط. والحل بسيط جدا، أنك تطور المدن والقرى والمحافظات الأخرى بحيث أنك أنت تجذب الناس إلى أنهم يتنوعوا في السكن وينتقلوا إلى محافظات أخرى. بهذا الشيء أنت بالعكس تقلل الضغط على محافظة مسقط، وأيضا تبدأ التطور البطيء لكل محافظة. وهذا إحدى الأشياء اللي كل الدول تحاول تركز عليها، أن هم ما يهملوا محافظات ويركزوا على محافظة، بالعكس ينوع التطور في كل المحافظات. نعم بالضبط، يمكن هذا اللي حاصل اليوم يوسف، أن أغلب يمكن من ناحية العمل أيضا اللي ذكرت أن الحياة يمكن إحنا دائما حاطين في بنا محافظة مسقط، هناك الواحد اللي فعلا ممكن يكون مستقبل، على غير أن المحافظات الثانية الموجودة معنا هنا في السلطنة. بالفعل. يعني المحافظات الأخرى يمكن يقول ما بقدر مثلا ما بستفيد، وليش يعني مثلا بسكن هنا والحياة هناك الترفيه هناك المستقبل هنا الوظائف هناك، ولذلك السبب توقع فعلا التنقل صاير حاليا إلى محافظة مسقط. وهذا أحد المشاكل أيضا، أن الناس كلها تبحث عن وظائف في مسقط. صح، يعني توجد وظائف كثيرة خارج مسقط، لكن الناس تريد مسقط لأنه مسقط فيها كل شيء. يعني كل المقومات السياحية ومثل ما قلنا الاقتصادية، المولات، الأماكن الترفيهية، كلها موجودة وين؟ في مسقط. فبالعكس إذا أرادوا أنهم يحلوا هذه الأزمة، هذه الأزمة راح تحل أيضا أزمات كثيرة أخرى. فلازم يعني على الجهات المعنية أو حتى المستثمرين أنهم إذا أرادوا في التطوير فعلا يبدأوا خارج مسقط وليس في مسقط، لأن مسقط تطورت بما فيه الكفاية. صح. من ناحية السكان. جميل. طيب أيضا يعني نتكلم يعني يوسف عن يمكن يعني خلال أيضا تصفح، يعني أنا خلاص أنا اختمت الصفحة كامل، فاللي لاحظته أيضا يعني أنك أنت تحدثت عن مسألة الألوان اللي تكون موجودة كذا على طرقات الشارع. أيوة، هذه تم ربطها بالسيكولوجية. الألوان طبعا تعتبر محفز للإنسان على أنه يبدع، ونحن في صفحة أربن عمان ما فقط ربطناها بالشوارع، أيضا ربطناها بالمدارس. وقمنا بعرض مقترح لوزارة التربية والتعليم بتلوين المدارس إلى ألوان تجعل من الطالب نوعا ما مبدع وفي بيئة محفزة للدراسة والتعليم، لأنه المدارس هي تعتبر من أهم أو هي أهم عنصر لخلق مجتمع وخلق أجيال بناءة تقوم على تطوير الذات والمجتمع والدولة. توقع الواحد بتنفتح نفسيته بعد هو يمشي ويتمشى. بالضبط، أكيد طبعا. ما بيجلس في البيت إلا 24 ساعة هو طالع. ففعلا يعني كثير من الأفكار الموجودة. توقعاتك للمستقبل إيش؟ توقعاتي للمستقبل يعني جدا متفائل، لأنه أبدت وزارة الإسكان اهتمامها الشديد بالصفحة ورغبتها في أنها تقوم بالتعامل معنا من أجل تحسين الوضع العمراني في عمان. جميل. وهذه كانت خطوة جدا ممتازة منهم. وتوقعاتي أنه نوعا ما كل دولة وكل مجتمع يمر بمراحل من التطور، وبعدين يكون في نوعا ما نوع من التراخي من ثم تتطور مرة أخرى. فلا بالعكس، المستقبل مشرق بإذن الله، وأتوقع أنه شوي شوي راح نتطور وراح تصير عمان تتجه نحو التنوع الاقتصادي والتنوع السياحي، وراح يكون السياحة هي العامل الأول للاستثمار في عمان بإذن الله تعالى. وهذا كله ما راح يكمل إلا من خلال جهودكم يوسف، وأيضا تمسككم بأفكاركم، وأيضا طموحكم لجعل عمان أفضل وأفضل. شكرا لك. شكرا لك يوسف آل إبراهيم، مخبرنا كذا كلمة أخيرة توجهها عبر الأثير. أود أن أقول أنه يجب علينا أن نتعاون كأفراد ونمد يد العون لبناء وتطوير عمان الغالية. والأوطان طبعا تبنى بسواعد الشباب، وعمان عظيمة بشعبها وشبابها، ورح نعمل بكل ما لدينا من طاقة ومجهود
لكي نرى عمان في المحافل الدولية بإذن الله تعالى. أنت هذه العبارة اللي حسيتك متمسك فيها وايد. أكيد طبعا هذا الحلم. بإذن الله تعالى. شكرا لك يوسف آل إبراهيم مؤسس مبادرة نهضة عمان العمرانية. شكرا لك وسعيدين لتواجدك معنا عبر الأثير. أنا أسعد. شكرا شكرا لك. شكرا.